كابتن شوقي غريب مدير الفني للانتاج الحربي. مساء الخير يا كابتن شوقي. انت اخير زي كابتن سيف طبعا، سلامي للكابتن اشرف وكابتن احمد سمير، مش عارف مين تاني ده. كابتن هشام حنفي يا كابتن. مين؟ كابتن هشام حنفي. وكابتن هشام حنفي طبعا، اهلا وسهلا. اهلا كابتن. كابتن شوقي النهارده الحقيقه يعني الانتاج مؤدي لقاء فني جيد النهارده، ويعني لولا النهارده التوفيق ما اعتقدش غير الانتاج النهارده كان يعني ينقصه التوفيق، كان ممكن يبقوا 3 بونت للانتاج الحربي. والله يا كابتن سيف يعني يمكن هو احنا بقالنا يمكن كام ماتش كابتن نتيجه من النتيجه، الاداء بتاعنا كان مش كويس يعني، حتى الكوره او الاداء بتاعنا او اللعب اللي الناس شافته او الحاجات دي ما كانش كويس. انا يمكن بقول الماتش ده مع فرقه كبيره زي النادي المصري، انا بعتبره كان عوده الاداء بتاع الفرقه، يعني عوده الروح والاداء داخل الملعب. النهارده نسبه التنفيذ كانت عاليه جدا جدا جدا، النهارده كان في قرايه كويسه للنادي المصري، كل الكور الطويله اللي كانت بتتلعب او اي كور طويله اللي كانت كده، احنا كنا افضل، كنا بنتحرك افضل، كنا بنلعب افضل، اللعب كان على الارض اكثر. يعني انا عايز اقول النتيجه مع فرقه خصم قوي كان كويس، لكن بتيجي في وقت من الاوقات مطلوب منك انك تقدر يعني تزود عليك، وخاصه ان احنا النهارده بنوصل للبوينت 38 وعندنا مباراه مؤجله، ومباراه مؤجله في ملعبنا كمان، يعني عشان نبقى الناس اللي لعبت كل الماتشات، طبيعي ممكن توصل للبوينت 40 والبوينت 41 والبوينت كده، فتقدر يعني في اول سنه انك تقدر تقدم حاجه جديده او شكل كويس للفريق، هو ده اللي كان مطلوب. لكن انا باكد لك ان النهارده كانت عوده اداء الفرقه انها ترجع تاني تلعب الكوره اللي الناس شافتها تاني. كابتن شاوي بالنسبه للانتاج الحربي، يعني ما اعتقدش ان الانتاج الحربي كان عنده رؤيه ولا بلان ولا خطه ان هو يبقى في الحته دي السنه دي في جدول الدوري. الحقيقه اديت بشكل اكتر من رائع مع الانتاج الحربي، مجموعه لعيبه الحقيقه محترمه، مجموعه لعيبه كبيره، ولكن من المؤكد يا كابتن خلاص يعني الدوري قرب على الانتهاء، اكيد السنه الجايه في فكر تاني، في طموح تاني للانتاج الحربي، واكيد يعني قرار حضرتك بالاستمرار، اعتقد ان انا سمعت ان حضرتك خلاص يعني شبه خلصتوا او نهيتوا الاتفاق ان حضرتك موجود السنه الجايه. بص يا كابتن سيف، هو زي ما انت قلت ان احنا البدايه او الشكل او الطموح كان البقاء في الدوري، هكلمك بصراحه يعني. لكن نجوميه واداء اللعيبه والتزامهم، وانت عارف برضه يا كابتن سيف تلاحظ ان كل فرقه انت دلوقتي بتيجي تلعبها بصل لجده وبصل لفتح الله وبصل فاروق وبصل لاركو وبصل للعيبه الكبيره اللي موجوده ومدرب المنتخب والكلام ده وكده، بقى الحماس زاد عند الفرق الثانيه ان ازاي نكسب فريق الانتاج. يعني بالرغم ان في الطبيعي ان نادي الانتاج في الطبيعي ده اول سنه، ومش اول سنه يعني في الدوله، لكن اول سنه صعود، وان احنا بقالنا النهارده من اربع اسابيع او ثلاث اسابيع تقريبا واحنا ضمننا البقاء في الدوري، واحنا ضمننا البقاء في الدوري، فده كانت حاجه كويسه بالنسبه لنا ان احنا ضمننا البقاء في الدوري، دي شيء طيب، يعني اللي بقوله ده شيء طيب وشيء كويس. لكن عشان تستمر بنفس القوه كابتن سيف، تستمر بنفس كل حاجه، واللي انا شايفه ان الانديه كلها بدات بتبص بصات ثانيه خالص، وتبص اشكال ثانيه خالص، وتبص لحاجات. النهارده لما تيجي تشوف نادي الشرقيه بيصعد للدوري العام بيمشي 21 لعيب، نادي التعدين بيوصل للدوري العام بيمشي 20 لعيب. النهارده خلاص الناس كلها حتى اللي طالعه بقى عندها طموح زي النادي الانتاج انها توصل للهدف انها تبقى في الدوري وتعمل شكل كويس، تعمل اداء كويس. محتاج مجهود كبير، محتاج شغل كبير. يمكن انا يمكن قعدت مع الاداره وكلمتهم وقلت لهم قال بعض الحاجات وبعض الامور اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نستمر المسيره لمركز افضل. يعني اذا كنت انا كنت بقول ان في الاول البقاء في الدوري شيء كويس، ما اقدرش يا كابتن سيف بعد الشكل اللي انت شفته اقول البقاء في الدوري شكل كويس. طبعا. ما ينفعش. طبعا. بقى الطموح فات. فالطموح لما زاد بيزيد مركز مع فرق، انت شايف النهارده من الترتيب الرابع بقى الثالث مثلا اللي هو الاسماعيلي لغايه الترتيب العاشر الفرق ثلاث نقط. يعني الفرق ثلاث نقط، اربع نقط، خمس نقط. لو الماتشات المؤجله بتتلعب كلها تبص يعني انا نادي المقاصه بس عنده 37 بونت وعنده ماتشين متاجلين، لو كسب ماتشين الاولين يبقى 45 بونت. يعني كل الفرق اللي موجوده عندها ماتشات مؤجله لما تلعب ماتشات الدنيا تتغير خالص. يعني الجدول حتى اتغير، يعني الجدول دلوقتي غير طبيعي، غير طبيعي، مش استمراريته هتبقى كده حتى الاسبوع الاخير. لكن انا باكد لك ان احنا يعني احنا كفريق انتاج احنا بنطمع ان احنا نكون على الاقل، يعني مش عايز اقول في المربع الذهبي، بس على الاقل نكون من السبع او الست فرق الاولانيين اللي موجودين في الدوري، اعتبر ده حاجه كويسه باذن الله. يعني حضرتك كابتن شوقي مكمل مع الانتاج السنه الجايه؟ يا كابتن
كابتن شاوي، كابتن شاوي التليفون قطع، السؤال كان تقيل ولا ايه؟ بشكرك شكرا جزيلا كابتن شاوي غريب مدير الفني. كابتن شاوي حضرتك معايا؟ شكرا يا ياسر.